بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 71. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل أبو إبراهيم يقول: عند دخول الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وفتح مكة قال لهم كلمة: اذهبوا فأنتم الطلقاء، ما الدروس المستفادة من هذا مأجوري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. لما مكن الله رسوله صلى الله عليه وسلم من الاستيلاء على مكة وعلى المسجد الحرام وتخليصه من المشركين، وكان المشركون قد آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضايقوه وأخرجوه من مكة وهو يحبها، عند ذلك لما استولى على شؤونهم وتمكنه الله منهم وصار هو الوالي على مكة وأهلها، اجتمع المشركون في المسجد الحرام قد أساءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم طلقاء. من عليهم عليه الصلاة والسلام. هذا من حلمه صلى الله عليه وسلم ومن كرم أخلاقه، وأثر ذلك فيهم حتى أسلم كثير منهم. نعم، أحسن الله إليكم. له فقرة أخرى عن المعية، يقول في قول الحق تبارك وتعالى: إن الله معنا، ما المقصود بالمعية هنا مأجوري؟ المعية على قسمين: معية معناها الإحاطة، معناها الإحاطة، أن الله محيط بخلقه ومطلع عليهم، هذه عامة، معية عامة للمؤمن والكافر، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. النوع الثاني: معية خاصة بالمؤمنين، ومعناها النصر والتأييد والتمكين والرعاية، وهذه معية خاصة. قال الله جل وعلا لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج هو وأبو بكر مختفيين ليذهب إلى المدينة ويلحق بالصحابة، واختفوا بالغار، غار ثور جنوب مكة، وجاء المشركون ووقفوا على الغار ولم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله حجب أبصارهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقفوا عليه. فقال أبو بكر خائفا على الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. لم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صاحبه وذهبوا. فلما انقطع طلبهم خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه وركبوا الإبل وذهبوا إلى المدينة ومعهم الدليل الذي يدلهم على الطريق. هذا يعني سبب قوله: لا تحزن إن الله معنا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: يا شيخ، أعطيت زكاتي لشخص واشترطت عليه أن يشتري شيئا معينا مما يحتاجه، فهل يصح اشتراطي له؟ لا يصح، أعطيه إياه وهو يتصرف فيه حسب حوائجه، قد لا يكون له حاجة في الذي أمرته به، فتترك له الحرية، إلا إذا كان لا يحسن التصرف وتخشى أن يتلاعب بالمال، فحينئذ يجوز لك أن تشتري أغراضا يحتاجها تدفعها إليه من الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل أبو طالب يقول: كيف تتم طهارة الثياب من النجاسة ونحن نضع هذه الثياب في المغاسل الآن الموجودة في الشوارع؟ هل تطهر الثياب في الغسل؟ الغسالات هذه ما تعمم الماء عليها، وإنما بالبخار، إنما تغسلها بالبخار فقط، يذهب أثر النجاسة من عين من لون أو ريح، ولكن الاحتياط
النجاط أن تغسلها قبل أن تدفعها إلى المغاسل، تغسل النجاسة فقط، ما تغسل الثوب كله، إنما تغسل موضع النجاسة حتى تزول ثم تدفعها إلى المغاسل، هذا هو الاحتياط والأكمل. نعم. يقول السائل: أبو وليد، في أيام شبابي وبداية زواجي جامعت زوجتي في نهار رمضان، فما هي الكفارة؟ الكفارة أن تقضي اليوم الذي جامعتها فيه أنت وهي، كل واحد منك، هي مثلك، عليها ما عليك، تقضيان اليوم الذي جامعتها فيه، هذا واحد. أمر الثاني، كل واحد عليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإذا لم يجد الرقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين، فعليكما صيام شهرين متتابعين كل واحد منكما. نعم. يقول الشيخ: ما معنى حديث مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع؟ نعم، مطل الغني يعني مماطلته بدائن، وأنه يعيده ثم يخلف وعده ثم يؤخر ثم يؤخر على صاحب الحق، هذا مماطل. الواجب عليه أن صاحب الحق إذا طلب حقه أن يدفعه إليه من غير تأخير، إلا إن كان معسرا. الله جل وعلا قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. المالي مطله ظلم، ظلم لمن؟ للدائن، عليه أن يدفع الدين عند حلول الأجل وعلى مقدرته على التسديد، ولا يماطل به، لأن هذا ظلم. يحل عرضه بأن يشتكيه صاحب الحق ويقول: مطلني حقي وأكل حقي أو ما أشبه ذلك، يحل عرضه وعقوبته، والحبس، يحبسه ولي الأمر عقوبة له، يحل عرضه وعقوبته. نعم. هذا عبد الله يقول: أنا توظفت في بعد تخرجي ولسنة تقريبا، والدي يأخذ من راتبي النصف، وأنا أحب والدي ويأخذ النصف يؤثر علي وأنا مقدم على الزواج. نعم، لا شك أن طاعة الوالد إذا كان محتاجا، لا سيما إذا كان محتاجا، فإنك تقوم بحاجته، وهذا واجب عليك. والزواج إذا توفر عندك مال وتستطيع به الزواج فإنك تبادر بذلك. نعم. يقول: ما الدعاء المشروع للزوجين فضيلة الشيخ؟ نعم، كيف الدعاء المشروع؟ يعني عند الدخول، عند الدخول أو للزوجين إذا تزوجا؟ يدعو الله بيعني السيرة الطيبة والتوافق فيما بينهما وبالذرية الصالحة وما أشبه ذلك. نعم. ما معنى الآية الكريمة يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم؟ نعم، هذا السؤال من غير حاجة، يسأل الإنسان العالم وهو لا يحتاج إلى هذا السؤال، وقد يكون هذا المسؤول عنه مباحا ثم يحرم من أجل مسألته، فيكون هذا فيه تضييق على الناس. فما دام لا يحتاج إلى السؤال، هذه الفرضيات والأسئلة الفرضية لا تجوز، بل عليه أن يسأل إذا كان محتاجا إلى السؤال. نعم. يقول: ما المقصود بالحمر الأهلية، وهل يجوز أكل لحومها؟ حمر الأهلية هي التي تركب ويحمل عليها وتعيش مع الناس، هذه الأهلية، بخلاف الحمر الوحشية التي في البر، وصفت بالأهلية فرقا بينها وبين الوحشية. وهذه الحمر الأهلية ينتفع بها، والخيل والبغال والحميرة، لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، تركب ويحمل عليها وتباع وتشترى، لكن لا يجوز أكلها، هي حرام. إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، قال: إنها رجس، أي نجسة، هذه اللحوم نجسة، لا يجوز أكلها. نعم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للتسمية، هل يبدأ بها في كل أمر، عند الطعام، عند فتح الأبواب، عند ركوب السيارة وغيرها؟ يبدأ بها عند كل أمر ذي بال، الأمور المهمة تبدأ ببسم الله، أما الأمور العادية والتي ليست مهمة فلا مانع يأتي بها من غير تسمية. نعم. يقول: أرجو أن تشرحوا لي حديث مدمن الخمر كعابد وثن. نعم، مدمن يعني المداوم على شرب الخمر الذي لا يتوب، كعابد وثن في الإثم والعياذ بالله، هذا فيه النهي عن شرب الخمر والمداومة عليه، ومن ابتلي به فعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل ولا يتأخر ويترك الخمر، لأنها خبيثة ورجس من عمل الشيطان كما وصفها الله بذلك. نعم. بالنسبة للشرب قائما، هل فيه محظور؟ لا بأس بذلك، بعض الأحيان لا يداوم
يقوم عليه، لكن إذا فعله بعض الأحيان لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب في بعض الأحيان وهو واقف. نعم. يقول السائل: كم عدة الحامل إذا توفي زوجها؟ وضع الحمل، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فعدتها من الطلاق أو من الوفاة هي أن تضع الحمل، فإذا وضعت الحمل خرجت من العدة. نعم. حديث: لعن الله الواصلة والمستوصلة، وما الفرق بينهما؟ الواصلة هي التي تصل شعرها، هي تصل شعرها، المستوصلة التي تطلب من غيرها أن يصل شعرها، تطلب من غيرها أن يصل شعرها، هذه المستوصلة. كلاهما ملعون في هذا الحديث لما في ذلك من التدليس والظهور بمظهر مزور يخدع الناس ويخدع زوجها والخاطب، تقتصر على شعرها الذي خلقه الله لها. نعم. بالنسبة لقراءة القرآن الذي عليه جنابة وكذلك مس المصحف، الذي عليه الجنابة لا يقرأ القرآن ولا حرفا، كما قال النبي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ شيئا من القرآن وهو جنب ولا حرف، يتجنب قراءة القرآن وهو جنب، كان لا يحبسه صلى الله عليه وسلم عن القرآن إلا الجنابة. نعم. أحسن الله إليكم، في الآية فاقرأوا ما تيسر منه، هل هو في الصلاة أم في خارجها؟ اقرأوا ما تيسر منه، هذا في الآية نزلت في قيام الليل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر منه، وذلك لأن الله أمر رسوله في أول السورة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فقام صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه من طول القيام، ثم نسخ الله ذلك في آخر السورة فقال: فاقرأوا ما تيسر منه، أي من القرآن. نعم. يقول: أريد أن أدعو لصديقي الذي مات، فضيلة الشيخ، في صلاتي وأنا في الصلاة في السجود هل أذكر الاسم؟ هل يجوز ذكر اسمه؟ نعم يجوز، اللهم اغفر لفلان. نعم. لا بأس. الشعور بالذنب يا شيخ هل يكفي عند التوبة وهل تقبل التوبة؟ التوبة لها ثلاثة شروط: أولا ترك الذنب. نعم. ترك الذنب تائبا إلى الله عز وجل منه. الثانية العزم أن لا يعود إليه، ولا تكن توبة مؤقتة وإنما توبة دائمة أن لا يعود إليه. والثالث الندم على ما فات وعلى ما حصل منه. نعم. أستفسركم في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، هذا كتاب جيد، كتاب ابن القيم، الإمام الجليل ابن القيم، وفيه بيان الأدعية وكيف يدعو ربه وكيف، يعني فيه فوائد عظيمة. نعم. أحسن الله إليكم شيخ، أشكل علي قصة العنكبوت وأنا أقرأ في أحد الكتب: وبيض الحمامة على باب غراء حراء الذي يتعبد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما صحته؟ لا، هذا يروى في غار ثور لما اختفى الرسول صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه في غار ثور عن طلب المشركين، يروى أن العنكبوت نسجت عليه حتى يقال إنه ليس فيه أحد، إنه ليس فيه أحد، لكن هذا لم يثبت. نعم. فضيلة الشيخ، ما سبب ضعف الإيمان في وقتنا الحاضر، وما الذي يزيد من هذا الإيمان؟ سبب ضعف الإيمان أمور، منها أنك تقلل من الطاعات، لأن الطاعات تزيد في الإيمان، وإذا قلل الطاعات وتكاسل عنها ينقص إيمانه. نعم. وكذلك الذنوب والمعاصي التي دون الشرك تنقص الإيمان، عليه أن يتوب منها. نعم. هل المرأة إذا أحبت رجلا أو عالما أو داعية أن تبلغه بذلك؟ لا بأس بذلك، أن تبلغه بأي وسيلة، بالتلفون أو بالجوال أو توصله. نعم. أو إذا رأته أن تخبره. نعم. فضيلة الشيخ، هل صيام التطوع في الأجر يعادل صيام الفرض في رمضان؟ لا، لا يعادل، الفرض أفضل من النافل. قول الله جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأولا يؤدي الفرائض ثم يأتي بالنوافل، أما أن يأتي بالنوافل ويترك الفرائض هذا لا يقبل منه عمل. نعم. إذا كانت الزوجة سيئة الخلق وهذا الرجل صبر عليها وداراها، فما العمل لهذا الزوج؟ مأجورين. نعم، هذا فيه أجر له في صبره عليها وتحمله لما يحصل من حافظة على
الأولاد على الذرية، وأيضا لما في ذلك من المصلحة الزوجية بينهما، والمرأة محتاجة إلى الرجل والرجل محتاج إلى المرأة، ففي ذلك أجر عظيم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما الحكمة من انتقال ليلة القدر من ليلة إلى أخرى في العشر الأواخر من رمضان؟ هذا قول من الأقوال ولا دليل عليه. ليلة القدر في رمضان قطعا، ولكن الله أخفاها في أي ليلة من أن يجتهد، لأجل أن يجتهد المسلم في كل رمضان فيحصل على أجر رمضان ويحصل على أجر ليلة القدر. أما الذي لا يجتهد إلا في ليلة معينة يظن أنها ليلة القدر أو يغلب على ظنه أنها ليلة القدر، فقد لا يدرك ليلة القدر في غير هذه الليلة. نعم. نختم هذا اللقاء بسؤال عن آية للأخ أبو إبراهيم. يقول في هذه السورة العظيمة: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. نعم، هذا في يوم القيامة. يوم القيامة ترى الملائكة حملة العرش عليهم الصلاة والسلام حافين من جوانبه، حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، ينزهون الله جل وعلا عن النقائص والعيوب. نعم. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قضي بين الخلق، قضى الله بين الخلائق الخلق، صار أهل النار إلى النار وصار أهل الجنة إلى الجنة. الله قضى بينهم بالحق والعدل سبحانه وتعالى على حسب أعمالهم التي قدموها، ولا يظلم ربك أحدا. وقيل الحمد لله رب العالمين، هذا في الختام، فالله ابتدأ الخلق بالحمد لله رب العالمين كما قال جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، كما قال سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ابتدأ الخلق بالحمد لله رب العالمين وختمه الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم الشيخ صالح وبارك الله فيكم يا على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. شكرا لكم أنتم أيها السادة، وشكرا لفريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.